إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. ظل سيدنا نوح عليه السلام يرغب قومه في عبادة الله الواحد الأحد، ويبين لهم ضلالهم في عبادة الأوثان والأصنام، فدعاهم سرا وجهرا، ودعاهم ليلا ونهارا. وأخذ سيدنا نوح يحاول كده يتحين كل الفرص والظروف والأحوال، فربما تأتي ساعة تكون قلوبهم فيها أهيأ لتلقي الأنوار، إلا إنهم كان قوم نوح بيزدادوا عناد وجدال وإصرار وجحود وإصرار على الكفر والعصيان. وإذا نظرنا إلى حال هؤلاء حين يعظهم نبيهم، يعني سيدنا نوح عليه السلام لما يحب يوعظهم وبيتحين كل الفرص من ليل ونهار، بس في السر وفي العلن، كل وسيلة اتبعها سيدنا نوح محاولة لاستمالة قلوب هؤلاء إلى الحق. وإنت جيت تشوف إزاي حالهم لما يعظهم نبيهم، تشوف إنهم كانوا بيهربوا من سيدنا نوح عليه السلام إذا أقبل عليهم، ويعرضوا عن سيدنا نوح عليه السلام إذا أقبل عليهم، ويجعلون أصابعهم في آذانهم يسدوا ودنهم عشان ما يسمعوش نبيهم، فما يسمعوش نبيهم سيدنا نوح عليه السلام، ويغطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم حتى لا ينظرون إلى سيدنا نوح عليه السلام وهو يعظهم. نبي الله نوح عليه السلام رغم كل ده كان لا يبالي، ويقول دعوته دي في السر، ويقول دعوته دي في الجهر، ويقول دعوته دي على رؤوس الأشهاد في كل وقت وحين. والقرآن الكريم وصف حال قوم نوح العجيب ده، ووصف كمان حال سيدنا نوح عليه السلام في الصبر على دعوة قومه ثم شكواه إلى مولاه، كما قصت علينا سورة نوح في قوله تعالى:
قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كان نبي الله نوح عليه السلام بيفصل كل شيء ويشرح كل حاجة لقومه، كل شيء من شأن يدعوهم إلى الحق. رغبهم سيدنا نوح في المغفرة وأعلمهم وعلمهم بأنهم لو استغفروا ربهم وعادوا عن هذا الغي والضلال الذي هم عليه فإن رب العالمين سبحانه وتعالى بمحو الذنوب وغفرانها بتأتي الفروج، سينزل عليهم مطرا غزيرا متتابعا شديدا يكثر أموالهم وأولادهم. يعني في بركة الإيمان وبركة الطاعة، ويجعل لهم بساتين وحدائق فسيحة ذات أشجار مثمرة، ويجعل الأنهار ليهم تجري خلالها. كل ده ترغيب من سيدنا نوح لهؤلاء القوم حتى يعودوا إلى رشدهم. هو بينبههم لبركة الإيمان وبركة العمل الصالح. وبالتالي سيدنا نوح بينبههم لما أرسل إليه من ربه. وكان سيدنا نوح عليه السلام بيوجه قومه كمان لضرورة التدبر في آية خلق الكون العظيمة العجيبة، وكذلك النظر بدقة في خلق أنفسهم عشان يفكروا ويستعملوا العقل في النظر للكون وللحياة بدلا من اتباع الهوى، لعلهم يؤمنون بعدما يرون كل تلك الآيات الباهرة في الأرض والسماء وفي أنفسهم كذلك. كما قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هكذا قص علينا القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام قد إيه بياخدهم إلى النظر في آيات الله، عاوز ياخدهم يلفت انتباههم إلى الاستدلال على وجود الله من خلال خلقه. استمر سيدنا نوح يدعو قومه طيلة قرن من الزمان، إلا 50 عام، 950 سنة. لكنه سيدنا نوح عليه السلام لاحظ أن عدد المؤمنين ثابت ما بيتغيرش ما بيزيدش، بينما كان عدد الكافرين بيزداد على مر السنين والأجيال. والفئة المؤمنة هم كم بيت معاه من أهل الإيمان، وهم دول بأجيالهم ل950 سنة، وقت طويل، هم دول المؤمنين فقط، ولكن الباقي مصرون على هذا الكفر الذي هم عليه. لقد كانت معركة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه أطول المعارك زمنا، أطول معارك الإيمان زمنا، مكث فيهم سيدنا نوح 950 سنة، 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وهم لا يستجيبون، ما آمن به إلا القليل. لم يكتفي قوم نوح بمجادلة سيدنا نوح وإيذائه، بل تحدوه بالفعل، فقالوا له كما قص علينا القرآن الكريم، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكان قوم نوح وأجيالهم اللي بتتعاقب جيل ورا جيل، ما هم 950 سنة ده وقت يعني طويل، الأجيال دي متعاقبة وهي كافرة،
يكفرون بدعوة نوح ويورثون الكفر في أجيالهم. يعني كان الكافر منهم ينطلق بابنه إلى نوح عليه السلام ويقول: يا بني احذر، احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية وألا أتبع نوح. فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، وتكون أجيال من الكفر متعاقبة. ولم يكتفي حتى هؤلاء أو قوم نوح بتكذيبه وإيذائه، بل قالوا إنه مجنون وزجروه عن دعوة النبوة بالسب والتخويف والوعيد، وبقولهم قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. تحدوا سيدنا نوح، وبهذا التحدي ما هو الأمور تطورت، وسيدنا نوح يعني مصر على أنه يؤدي الدعوة يعني قدر طاقته، إلا أنهم بقى وصلوا مرحلة التحدي لسيدنا نوح، وبهذا التحدي يعني قطعوا كل أمل لدى نوح بأنهم يستجيبوا لدعوته. فحزن حزنا شديدا عليه السلام، حزن على قومه بشدة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام بهذا الأمر، إنه مش لن يؤمن يعني معاك حد تاني، هم الفئة اللي أمنت البلكان بيت اللي آمن معاك دول فقط، والباقي ده كله سيظل على هذا الكفر الذي هو عليه. في الحالة دي أو في الموقف ده لم يبقى أمام سيدنا نوح عليه السلام إلا أنه يدعو ربه بأنه يهلك قومه الكافرين. قال: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ودعا ربه أنه يعني يحكم ويفصل في هذا الأمر طالما إن قومه لن يتركوا الكفر، ودعا ربه ألا يترك منهم أحد يدور ويتحرك في الأرض هنا وهناك وهم على كفرهم بالله وأذيتهم لرسوله نوح ومن معه من المؤمنين. فدعا يعني هم على هذا الإصرار قائمون، فدعا ربه: ألا نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تخليش حد منهم بيتحرك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومن التفصيل السابق نقدر نفهم معنى الإشارة اللي جت في سورة الأنبياء باستجابة دعاء سيدنا نوح عليه السلام في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ده تفصيل هذا الموقف، واللي حصل إن ربنا أمر نبيه نوح عليه السلام بأنه يصنع سفينة عظيمة من ألواح الخشب وألياف الشجر، وأمروا بكده لأن الحياة لابد فيها الإنسان ياخد بالأسباب، الحياة الدنيا قائمة على الأخذ بالأسباب، وهو نبي ومع ذلك أمر بالأخذ بالسبب أنه يبني هذه السفينة. وكانت عناية الله به وبالمؤمنين عظيمة، لأنه كان صنع السفينة دي تحت نظر الله سبحانه وتعالى وبحفظه ورعايته وعلى طريقة تعليم الله تعالى لسيدنا نوح عليه السلام وما كان يأمره به مولاه. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه.
ولا نعمي. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. ننوه على صفحتنا، الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره، مع الدكتوره نادي عماره، مع دوام التحذير من سائر الصفحات الكتيره جدا المزيفه. نرجو شده الحذر. احنا بناخد الاسئله من خلال الصفحه وبنرد عليكم في اليوم المخصص للرد على الاسئله اللي بتفد على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره. ومعانا يا ست ام محمد. اتفضلي يا فندم. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم، ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا. احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يجمعنا على محبته دايما يا رب. اتفضلي. دلوقتي يا دكتوره، انا من 2018 اشترينا بيت من خالي. هو جه واحد فصل البيت وكده، قال البيت ده لو اختك اللي هتشتريه بكذا، ولو حد يا غريب هيشتريه بمبلغ. ماشي؟ فجينا الكلام ده من 2018. فجه قال ايه، لا هي اخت هتاخده زيها زي الغريب. يعني حسبهولها زيها زي الغريب، واتفقنا على كده وخلاص ومفيش اي مشكله، وكل فتره هياخد مبلغ من المال. فجينا السنه دي جه زود عليها 40,000 جنيه. يعني احنا كنا متفقين على المبلغ وما فيش اي حاجه، وكل فتره هياخد مبلغ، وكان فاضل له مبلغ وهياخده وخلاص. هو دلوقتي اخويا اللي شاري البيت ده. فجه السنه دي زود 40,000 جنيه على المبلغ. على المبلغ المتفق عليه من 2018. ايوه من 2018، بس هو اول مبلغ خده كان في 2019. فاحنا كده مش ده بالاتفاق؟ مش ده بالاتفاق اللي انتوا اتفقتوه مع بعض؟ انه هياخد. ايوه هما متفقين. هي لما كانت بتروح تودي الفلوس ديت كان واحد بياخدها اللي متفق ما بينهم. ايوه فهمت. فهم رجعوا تاني، فهو زود على مجلس العقد ده مبلغ تاني. ايوه زود، قال الدنيا غلت وكل حاجه والاسعار رفعت. وانا وفي حاجه كمان في الفتره ديت، هو كان عايز يرجع لها الفلوس عشان عايز ياخد البيت يديه لمراد خالي. عايز يرجع في البيعة كمان يعني؟ كان عايز يرجع في المبيعة عشان يدي الفلوس يدي البيت ده. طب وانتوا الحاجات دي مش مثبتة، مش كاتبين؟ لا هي قالت، هي لما انا قلت لها اكتب عقدي بينك وبين خالي، قالت لا هو اخويا عمره ما هيعمل فيا حاجة وحشة. يعني انتوا الكلام ده كله كده مش مثبت بأوراق؟ لا اثبتوا بقى، هي ثبتته حاليا لما هو زود عليها ال 40,000 جنيه. تمام. بس بعد ما زود عليها المبلغ. حاضر. حاضر بتسألي بقى، هو ينفع ال 40,000 اللي طلبهم زيادة دول ولا لا؟ شكرا. معانا أستاذة آية. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. أنا بس عندي سؤال صغير. مع حضرتك. أنا بكتب خط عربي. تمام. وناس كتير بتطلب مني ان انا اكتب اساميهم او اعمل لهم ديزاين وهم يروحوا يرسموا تكتيك. يعني حضرتك بترسمي، بتعرفي في الخطوط؟ بعرف في الخطوط، بس انا مش برسم تكتيك حد. بس ايه؟ ناس كتير بتطلب مني كديزاين اكتب اسم، اكتب كود. تمام. وهم يروحوا ينفذوه. تمام. انا عارفه ان التاتو ليه احكام.
وانا مش على علم قوي بكل حاجه، مش عارفه بصراحه انا كيف ان انا اوافق، او لما اوافق واعمل حاجه يبقى انا عليا وزر او كده، انا مش عارفه يجوز ولا لا يجوز. بس ده انت بترسمي الرسمه وهما بيطلعوا هما بيقولوا لك احنا عايزين الرسمه في ايه؟ اه بيقولوا لي عاده، والموضوع ده بيجي لي كتير جدا، يمكن اكتر حاجه بتجي لي في الموضوع ده. بس انا مش عارفه اوافق ما اوافقش، بخاف اوافق يبقى عليا وزر. ف يعني ده سؤالي، وشكرا على وقت حضرتك. احنا اللي شاكرين لحضرتك. معانا ام عبد الله. السلام عليكم. بس بسرعه يا ست ام عبد الله، واحنا هناخد، مش هناخد تاني تليفونات. السلام عليكم. ان شاء الله هناخد بعد الفاصل. اهلا بيكي يا ست ام عبد الله. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله فضل ونعم. الحمد لله. الحمد لله. انا عندي ثلاث اسئله مع حضرتك. اول سؤال، ازاي نقوي يقيننا بالله؟ يعني انا الحمد لله بدعي وبدعي كتير، لكن وعندي يقين بالله الحمد لله، لكن الحمد لله ساعات مثلا لما يبقى في كرب او في حاجه فبدا ربنا اقول مثلا عاجلا لا اجلا، اللهم فرج كرب عاجلا لا اجلا. من وجهه يعني نظري انا عاجلا غير اجل، من وجهه نظري. فاذا القدر او القضاء جه اجل يبقى الحكمه، يبقى نرضى. معايا؟ انا يعني ده نوع، ده سوء ادب مع الله في الدعاء. لا 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 لا، انا بسال الله العجله بالخير، فاذا اجاب لي الدعاء صحح لي اجابه الدعاء بانه الخير بالنسبه لي ما كانش عاجل فكان اجل، فلما يجيبوا اجل اكون راضيه، مش سوء ادب ولا حاجه. طيب يعني انت من وجهه نظرك انت من وجهه نظرك بتقولي عاجلا غير اجل، تمام. انا ادعي باللي انا عايزاه، ما فيش حرج على فضل الله، لكن عند القضاء عند التنفيذ بقى لما بنشوف ربنا سبحانه وتعالى متى قضى للعبد اكون راضي. طيب انا تمام. اعرف فضل سوره الفتح. فضل سوره الفتح ونقراها يعني ليها مواعيد معينه، فضل عظيم قوي. نقراها ولا في اي وقت يعني؟ حاضر. وفي دعاء يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف، سمعت حضرتك كده؟ يا لطيف الألطاف نجينا مما نخاف. يا ترى ده عن الرسول ولا يعني من الصحابه او الخلفين؟ ومعناه ايه بالظبط؟ حاضر. يا ريت تدعي لنا وتدعي لامه المسلمين والاولاد. بدعي والله، ربنا يجعلنا بس اهل لقبول الدعاء. شكرا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هنرجع ناخد مزيد من الأسئلة، وبعد كده نبدأ في الرد بإذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين مع حضراتكم ناخد بعض الاسئله كمان وان شاء الله نبدا في رد. يا ست ام باسم. ست ام باسم، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حضرتك. تعالى وبركاته. ربنا يجعلك في ميزان كل بتظن في ميزان حسناتك، وانت في الصحه والعافيه. اللهم امين. الله يخليك. بص بس حضرتك ثلاث سؤال بس خفاف. وجود الصور في المنزل هل تمنع دخول الملائكه؟ صور الفوتوغرافي، صور ولاد واحفاد. ايوه. وبعدين ثاني سؤال، صوره الكهف. صور بتاعت ولاد واحفادي وزوجه ليا. نعم. بس اللي حطاها، فقالوا لي حرامش ليها، فقلت اسال. حاضر. وبعدين صوره الكهف. ايوه. انا بقراها الحمد لله كل يوم جمعه، فممكن اقراها قبل صلاه يعني ليله الخميس صبح الجمعه تجوز؟ يعني اقراها قبل صلاه الفجر او بعديه، ولا لازم الجمعه نفسه؟ حاضر. ايه تاني؟ ومعلش سؤال تاني، 12 اقول لحضرتك بسرعه، مش عايزه اعطل حضرتك. لا مري. 12 ركعه دول الفريضه يا ابني لها بيت في الجنه. ال 12 ركعه دول اللي هم الضحى ولا السنن اللي طول اليوم سنن 12 ركعه السنن ولا الضحى؟ حاضر. شكرا. عفوا. استاذه بدريه. ايوه. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتوره نادر. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ربنا يخليك ويسعدك يا رب. اللهم امين. يعني كده نور كده للناس كلها يا رب. اللهم امين للناس كلها يا رب. اللهم انا عشان ما اطولش عليكي، انا دلوقتي بصلي اربع ركعات قبل صلاه الظهر واربعه بعد صلاه الظهر. جميل. بس ما بصليش السنه، يعني اعمل ايه في السنه؟ اصليها. بتصلي عشان يحرم الله جسدك على النار،
فبتاخدي نعم. 4 قبل و4 بعد عشان الحديث الوارد في تحريم جسد الإنسان على النار لمن يواظب على هذه الصلاة، ولا بتصليها من قبيل أنها سنن؟ ما هي كلها سنن. أنا بصليها بصليها يعني 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، بس ما بصليش السنة اللي هي الركعتين بتاع السنة دي. حاضر. أصليهم إزاي وإمتى؟ حاضر، يعني عايزة تعرفي موقع صلاة يعني الركعتين إمتى؟ صح كده صح ولا أنا بصليت بصلي غلط؟ وبعدين أنا بنسى كتير قوي، يعني لما أجي أعرف أنسى يعني ركعة أزود ركعة فمش عارفة بالظبط. وبعدين أنا بدعي ليل ونهار، هل الدعاء ده حلو ولا من؟ طبعا دي عبادة. عبادة. أنا بضيقة يعني. الله يفك كربك. في واحدة قالت لي ده أنت كده يعني ربنا ما بيحبش البني آدم اللي هو يعني قالت كلمة كده جامدة قوي، أنا مش يعني إحنا من ناس غيره. لازم أسأل إن حضرتك لحوحة يعني في الدعاء؟ أيوة. الله يحب الملحين في الدعاء. إزاي؟ ربنا ومن لم يسأل الله يغضب، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده. كلنا ملناش غيره، الدنيا كلها يعني الدنيا وما نعلم من العوالم وما لا نعلم قائمة بالله الحي القيوم. لما بنسى ببقى ساعات بيجيني كده ما أعرفش إيه. هقول لحضرتك وبخلص المصحف وبس ربنا يتقبل، أهم حاجة ربنا يتقبل. ربنا يتقبل منا ومنكم. شكرا شكرا ستة بدرية. يا أستاذ أنس. السلام عليكم. أهلا أهلا يا أستاذ أنس. أنا مدام أمل يا دكتورة، أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده. قولي كلمتني بخصوص إيه؟ أنا مدام أمل القاهرة اللي معايا ثلاثة أولاد. قالولي أنس، قالولي أنس ما قالوليش. لا أمل. معذرة. ماشي. أهلا يا أمل. يا دكتورة حضرتك لما كلمتك آخر مرة وقلت لي اهدي ومش تكلمي وكده. أيوة أنت بتاعت مشكلة زوجك؟ أنا فاكراكي من صوتك. سبت البيت يا دكتورة ومشيت الوقت. أنا جبت قبلها ناس وقلت له قول لي إيه اللي مزعلك مني، مش كان بيرضى يتكلم معايا يا دكتورة. طب وأنا قلت لك سيب البيت يا أمل؟ ما هو بقى يا دكتورة طردني وقال لي لازم تمشي من البيت يا اما تكسري التليفون اللي جايب لي المشاكل دوت، عشان انا بكلم ناس يكلموه ويقولوا له اهدى. هو بيقول الوقت ان انت بتشتكيني ان انت مش قادره اصرف عليكي. احنا مش اتفقنا اخر مره يا امل نصبر شويه وما نتكلمش مع حد خالص؟ ما هو يا دكتورة بيضيق عليا في المعامله. ما هو مش هيتعدل بالطريقه دي، لان هو من النوع اي واحد لما هعريه كده قدام الناس مش هيبقى قابل النصيحه. ما هو مش بيسمعني خالص. ما هو مش هيسمعك قبل كده. يا حبيبه مش هيسمعك طالما ان انا بنشر سره كده. مش هيسمعك. هيسمعك ازاي؟ هو واحد مش الوقت بعيد. يا دكتوره مش الوقت، انا بتكلم على حتى لو انا غضبت قبل كده مش كان بيرضى يسمعني. ما انت قلتي لي ما بيسمعش. قلت لك خلاص يبقى ما زودش الامر واروح احكي للناس بره وتعالوا شوفوا لكم حل معاه. انا قلت لك الزامي قومي بالواجبات اللي عليكي واقعدي ساكنه في البيت شويه. حاضر يا دكتوره مش بينا كلام خالص، يعني مش بينا غير يعني انت دلوقتي مبسوطه؟ ما هو انت هتقطع كل حاجه دلوقتي. انا قلت اللي انا شفته على قد فكري. هو بيقول انا كنصيحة. عايزه اطلقها وعايزه ابعد. هو عمال يعني انت مبسوطه هو واخداها العزه بالاسم وبيعمل الكلام الفاضي اللي بيعمله، وانت عماله تروحي تجيبي له الناس من بره. الدنيا كده لما يبقى هو بيعمل اغلاط وانت من الناحيه الثانيه متضايقه والامور مش واخداها، انت مش واخده الامور بهدوء. انا لما عاوز اعالج لازم اخد الامور بهدوء. انا قلت الكلام ده يا امل وفاكراك ان انت دي ثالث مره تتكلمي او رابع مره تتكلمي، وانا ببقى في قلبي حزينه انك يعني مش عارفه تيجي على نفسك شويه. انا طيبتي يا دكتوره، طيبتي دي خليته هو اللي عمل فيا كده، طيبتي وسكوتي ودايما نسيت. لا لا اندفاعك. لا مش طيبتك، اندفاعك في انك بتطلعي تحكي بره. اندفاعك في مش كل الناس مستقيمه ومش كل الاسر مربيه عيالها بما يرضي الله، فتيجي الواحدة تتجوز تتاخد واحد ما يبقاش كفء في الناحية الدينية، لا يخاف الله ولا يخاف الله في اللي معاه ولا يخاف الله في نفسه، أو الوازع الديني عنده ضعيف نظر لسوء تربية أو ما شابه ذلك. ما بنقولش عليه كده، بنتكلم على جهة العموم. أنا عايز أخد بإيده أعمل إيه؟ هنتكلم تاني يا أمل. هناخد معانا يا آية. أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، إزيك يا آية؟ لو سمحت انا عندي استفسار لحضرتك. فضل. انا متجوزه بقالي سنه وجوزي بيديني اقل من ربع مرتبه مصاريف للشقه.
فانا يعني باخد جزء من المصاريف دي عينها ليا، وانا ما اعرفش هو بقيت مرتبه بيروح فين، فانا بقول ان المصاريف لا لا بتعنيها ليك، بتعنيها ليكي ازاي يعني؟ يعني المصاريف الخاصه اجيب حاجه ليا مثلا، اقول له بابا اللي جايبها لي، ماما اللي جايبها لي كده. طب وليه بتعملي كده؟ لان انا مش عارفه، بس انا ما اعرفش هو ما بيرضاش يقول لي هو بيودي فلوسه فين. دي مش قصتك، مش قصتك هو بيودي الفلوس فين، قصتك انت بتاخدي ليه الفلوس من وراه الجزء اللي بتحوشيه. لا مش من وراه، هو بيدهاني مثلا يقول لي دي مصاريف الشقه اكل وشرب. بس اكلك اكل وشرب بس مش من وراه. لا بس انا ساعتها انت بتقولي انا باخد حاجات ليه. يا امل يا ايه، انت بتقولي باخد ربع هو بيديكي ربع مرتبه، وانت بتاخدي من ربع المرتب ده جزء انت بتحوشيه لحاجتك انت. فعلا. حاجتك حرام؟ حاجتك دي ضروريه ولا حاجتك دي وضعها ايه يعني؟ يعني علاج. مثلا حاجه ناقصاني ميك اب، لبس، حاجات من دي، رفاهيات. دي رفاهيات، دي رفاهيات. لكن هو مش ادلك انك انت تاخدي الجزء ده لنفسك تعملي بيه الحاجات دي، ولا هو عارف وساكت؟ لا هو مش عارف اللي انا باخد يعني. طيب إن ده بالنسبه للسؤال، ده بالنسبه للسؤال ده وانا هجاوبك عنه. الجزء الثاني اللي كنت عايز تسالي فيه، انا عندي بس حاجه ثانيه، ان انا ازاي احس بالرضا؟ انا ساعات كتير قوي بحس ان انا مش راضي عن العيشه اللي انا عايشاها او كده، نفسي احس بالرضا، نفسي يعني احس ان انا عايشه مرتاحه. ممكن تنصحيني نصيحه؟ حاضر، شكرا. نذكر انفسنا واياكم. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله ربنا يبارك في الوقت ونقدر نجيب كل الأسئلة بإذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم. انت معانا ست ام محمد بتسال ان هم في 2018 اشتروا بيت من خالها بعد فصل البيت وكده، واتفقوا على مبلغ معين وانه هيتسدد كل فتره قدر من هذا المبلغ، فجه العام ده طلب 40,000 جنيه زياده. الاصل ان المسلمون على شروطهم كما هو معلوم، فلا يجوز ان احنا نرجع في الشروط بتاعتنا دي الا بما يراعي مصالح اطراف العقد، وما يكونش الامر ده الا بالتراضي بين الجميع. يعني نبقى انت عايز زياده ترجع ليه اللي انت خده منك البيت، اذا وافقوا ما وافقوش يظل العقد كما اتفقتم عند مجلس العقد. وكتابه الامور دي شيء ضروري جدا، ضروري جدا من الاول، حتى لو بالذات مع القرابه، عشان يعني ما نخليش اي مجال لاي نزاع او خلاف بين الاطراف. ايه هي بترسم خط عربي كويس جدا، وبتقول برسم حاجات لناس كتير جدا من ضمن الناس اللي بيجولي اللي بيعملوا الرسمات الخاصة بالتاتو. فبتقول ده يبقى أنا عليا وزر لو أنا وافقت أن أنا أعمل كده. يعني حضرتك مش مطالبة تسألي لا عن الأماكن ولا على اللي عايز يرسم، أو حتى إذا عرفوكي هذا الأمر، حضرتك بتعملي عمل وبتاخدي عليه أجر، فأصل العمل نفسه مباح وهو الرسم الخط العربي. استخدام بقى اللي راح يستخدمه ده في أمر لا يجوز اسمه عليه وليس على حضرتك يا صاحبة السؤال. يا آية، ست أم عبد الله بتقول إزاي إحنا نقوي يقيننا بالله سبحانه وتعالى وبالذات عند الكرب، وسألت إن إحنا بنقول مثلا أنا بدأ بقول عاجلا غير آجل وهكذا. اليقين بالله بالدعاء اللي كله ثقة بإن ربنا هيقضي له من الأقضية ما فيه الخير له، وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى، والانشغال بالطاعات، والسعي دايما لنفع الناس، دي عبادة يغفل عنها كثير من الناس. كل ده بيعزز قيمة اليقين، يقين العبد في مولاه سبحانه وتعالى. وأنا بدعي ربنا وسيبة قضاء الله فيا بحكمة الله، يكون الإنسان أبعاد الخير وأبعاد الشر بالنسبة لنا محدودة، لكنها في علم الله العليم سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بحكمة ولحكمة. فأنا خلاص أدعو الله بما أشاء من خير الدنيا والآخرة، وأفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لسورة الفتح، من المجربات إنها بتفتح المغاليق، وبعض الصالحين كانوا يقولون لنا نقرأها بعد ما نصلي الفجر، بعد صلاة الفجر،
والإنسان يعني عاوز يعني يقولها في أي وقت كما يشاء. بالنسبة للسؤال الثاني يا خفية الألطاف اللي حضرتك بتسألي عنها، ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الكلمات الطيبات والدعوات الصالحات، إن شئتي إن حضرتك تردديها فبها ونعمت. في الست أم باسم بتسأل عن صور، وجود الصور الفوتوغرافية اللي هي صور الولاد والعيلة وكده، ما بنعلقها بتمنع من دخول الملائكة. لا، مش هو ده المقصود من الحديث. المقصود من الصور، معنى الصور هو الذي يصوركم في بطون أمهاتكم، التصوير يعني التمثيل التجسيد ده. المقصود من الصور هي التماثيل المتخذة للعبادة، مش الصور الفوتوغرافية، صورة مثلا زرع وورد أفراد العيلة بنعلقها، مش هو ده اللي مقصود به التحريم يا صاحبة السؤال. بتسألي كمان عن الست أم باسم عن صورة قراءة سورة الكهف، لازم نقراها يوم الجمعة ولا ممكن من يوم الخميس؟ ممكن من ليلة الخميس بيبدأ، ده مبدأ الليل بيكون إمتى؟ من مغرب يوم الخميس، مغرب يوم الخميس حتى مغرب الجمعة، فحضرتك تقدري تقريها ليلة الخميس سورة الكهف، أو أنك تقريها يوم الجمعة، فمعاك من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويكون لصاحبها نور ما بين الجمعتين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينور أبصارنا وبصائرنا دائما أبدا. حضرتك بتسألي عن صلاة ال 12 ركعة، وبعدين بتقولي يعني هي الضحى، هذه الركعات هي ال 12 ركعة اللي حضرتك بتسألي عليهم، هي الركعات اللي هي المؤكدات اللي هي بنصليها مع النوافل والرواتب اللي هي السنن الراتبة، والزيادة خير وبركة بلا شك يا صاحبة السؤال. ده بالنسبة لي أسئلة ست أم باسم. ست بدرية برضو بتسأل عن حاجة خاصة بصلاة الظهر، بتصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر وما بتصليش سنة الظهر، ازاي لو يعني تعمل ايه عشان تقدر تصلي؟ حضرتك ممكن تعملي حاجه من اتنين، تنوي الجمع او بنسميه الفقهاء بالتشريك في النيه، لان كل دي نوافل اقدر ان انا اجمع ما بينها وتاخذي الاجرين باذن الله تعالى. النيه محلها القلب، لا دخل للساني فيها، ان انا بنوي ان انا بصلي 4 قبل و4 بعد ومدرك فيهم بنيتك يعني السنه كذلك، تقدري تعملي كده، وتقدري انك تصلي الاربعه والاربعه دول، لان في وارد فيهم حديث اللي بيواظب عليهم يعني حرمه الله على النار، واقدر اخذ السنه الراتبه سواء 2 قبل و2 بعد على قول الساده الشافعيه، فبالتالي عند الشافعيه فحضرتك تقدري تعملي 4 اللي بتصليهم، وبعد كده بتسلمي تعملي 2، بعد كده اصلي الظهر، بعد كده اعملي 2 ركعتين السنه، وبعد كده 4 تانيين اللي حضرتك يعني حابه انك تزيدي فيهم. وكل ما الانسان بيزيد كل ما خير وبركه للانسان، فكثره السجود للمولى سبحانه وتعالى بركات فوق بركات، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. بالنسبه ل بتنسي كتير، معلش يعني الواحد ساعات بيبقى مشغول، ساعات احيانا بيبقى فيه ضعف في الذاكره لازدحام العقل الانسان بالتفكير في حاجات كتير، لو بنسى بين ركعتين لاثنين لثلاثه يعني ببقى انا بيحصل لي لخبطه، في الحاله دي ان انا بجيب اللي فات، بفتكر اللي انا فاكراه بالظبط وابني عليه. لو انا مش عارفه صليت 2 ولا واحده اقول لا واحده، ابني على اليقين. ولينا في حديث وحنفصل فيها الكلام إن شاء الله في أحد الحلقات الخاصة بالرد على الأسئلة، الحالات لما بينسى فيها الإنسان وكيف يجبر هذا الأمر، سواء بالنسبة لنسيانه لركن من الأركان أو لسنة من السنن. فأنا بس الحاجة سريعا كده عشان بس الوقت، أنا مش عارفة صليت 3 ولا 4، أبني على اليقين 3 اللي أنا فاكرهم 3، وأكمل إن أنا لازم أكمل اللي بقي لي، لازم أجيب الركن اللي فاتني، بعد كده أسجد لسجود السهو. الدعاء ليل نهار، يا ستي الزمي باب الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبحانه وتعالى قلنا قبل كده أن دي من آيات السؤال في القرآن الكريم، وجاءت فيها الإجابة مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل لهم يا محمد، وإنما أجاب إني قريب أجيب دعوة الداعي. الدعاء والإلحاح في الطلب والسؤال ده أنا بعمل عبادة، والدعاء مخ العبادة، فالإلحاح ده مطلوب إن الإنسان يلح، بس وهو بيلح
سايب الامور على ما اللي ياتي به الله هو الخير، مش اللي انا عايزه هو الخير، اللي يصرفه ليا سبحانه وتعالى هو الخير. امل، امل انا زعلانه منك يا امل، انا بزعل عشانكم وبتاثر يعني، الاسئله باخدها واحيانا ببقى دائمه التفكير، مش بس او هو الغالب، مش باخد السؤال لا بتانيه، ممكن بعد الحلقه اكون مشغوله باللي سالت في كذا، او بالذات لما بتكون مشكله. وامل اتصلت اكثر من مره، وانا يا امل مش مساله طيبه هو اللي خليته استبد، احيانا بيكون سوء تصرف، هو ده خطا متبادل بين الطرفين واخطاء متراكمه وعدم حكمه منكم انتوا الاثنين، وانا شايفه وحضرتك اكثر من غير ما تزعلي يا امل. كان طلبت منك خلاص يعني اعتزلي تصرفاته السيئه، ما تعتزليش القيام بما يجب انك تقومي بيه، واحسني اليه، ده اللي انا قلته، واحسني اليه. انت عملتي ايه؟ رحتي برضو كلمتي حد وجبت؟ ما انت كلمتي له اكتر من حد، لم يرتدع، فارجع تاني اعمل نفس الموضوع؟ مش هو مش بالعصايه هيرجع، هو بان انا احسن وادعو الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش ابقاش ملحقه كده وعماله راقب وافتح مش عارف كذا، وقبل كده قلت لي غير الباسورد بتاعته عشان ما تترقبيش تصرفاته، فهو حاسس انك خانقاه، هو بيغلط. انا ما يتعالجش الغلط بغلط، لا يزال الضرر بالضرر، انما بحكمه. انت ما عملتيش كده، وفي النهايه راح بعتك على بيت اهلك وقال انا عايز اطلقها. هو بيعمل غلط، بس انا عشان اعالج الغلط ده عالجته بغلط، ما عالجتوش بحكمة. هو أنا لسه هقعد أفكر في اللي بيعمله وأقعد أفكر إيه الطريقة وإيه الأسلوب؟ أيوة لازم أفكر إيه الطريقة وإيه الأسلوب عشان أنجح بيتي. فأنا مش عايزاكي تكلمي حد تاني، هو رجعك عند بيت أهلك، إن شاء الله الدنيا تهدى وترجعي بيتك مرة تانية بحكمة. تحطي في خاطرك كده، أنا اللي بظلمه ولا هو اللي بيظلمنا؟ هو اللي بيظلم. أنا اللي أخطئ ولا هو اللي بيخطئ؟ هو اللي بيخطئ. هل رب العالمين مش مطلع على العباد؟ مطلع. بس أنا معايا أطفال صغار أخذ بإيديهم وأحسن إليه وأسأل الله إنه يعيني، ده اللي كنت أتمنى إنك تعمليه. فلما تيجي فرصة اعملي اللي أنا بقولك عليه ده، وإن شاء الله هذه نصيحة وجابت مع ناس كتير، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعينك إن شاء الله. آية سريعا، الزوج بيديها ربع مرتبه ومش عارفة بيودي مرتبه الباقي فين. الزوج لما يحس إن مراته عايزه تعرف هو بياخد مش عارف، او عايزه تهت انت بتودي ده فين، لازم تسيبه مساحه من الحريه للازواج. ولما الاقيكي انت مش ملتفته خلاص هو يثق، انما لا انا اصل عايزه اعرف بقيه مرتبه التاني. انت ليكي مصاريفك والمصروف اللي هو بيديهولك ده طالما بيكفيكي خلاص. طيب انا دلوقتي عشان اخد فلوس واحوشها من الفلوس اللي بيدهاني من وراه لابد من اذن عام، ولو حتى بعمل يعني اوصل لاذن عام من الزوج، او انك تاخدي منه مباشره انه يعمل لك مصروف خاص بيكي، قولي له اعمل لي قدر بس كده لما حاجه انا احتاجها اعرف ان انا اجيبها غير حاجات البيت، او انت تاذن لي وهو بيديك المصروف ان انا لو احتجت حاجه شخصيه ممكن اجيبها اذا توفر مبلغ ان انا اعرف اجيبها، او قلتي بشكل عام مش لازم تقولي كذا وكذا وكذا، ويبقى الانسان برضو امين انا بجيب ايه، مش احرم البيت حاجاته ومتطلباته الاساسيه عشان اروح اجيب مكياج واجيب معرفش كذا. يعني مش بقول انك ما تتجمليش وتتزيني، ده مندوب لك شرعا تعملي كل ده، لكن الشيء الاولى هو اللي انا ابقى دايما بسعى ان انا اوفره وحافظ على النفقه اللي بيدهاني دي، وهو يعني حر في ماله طالما بيديكوا اللي انتوا عايزينه. معانا وقت ولا ايه؟ عشان طيب سالت الرضا برضو يا ايه، يعني الشعور بالرضا الواحد دايما نتبع ايه، انظروا الى من هو ادنى منكم فذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. الانسان يشوف دايما اللي اقل منه عشان ما يستهنش بالنعم اللي ربنا اداها له، ويبقى دايما الانسان بيحرص على الامور الاساسيه مش الامور التكميليه، مش يزعل انه ما عندوش الامور التكميليه، وما نبصش لحد ونحمد ربنا طالما انا يعني اكل شارب نايم امن في بيتي باكل ما حدش بيصرف على، انا اللي قايم بهذه الامور لنفسي، القدر اللي بيكفيني، مش لازم ابقى مخزنه في قلب الحاجه كتير ثلاجات ولا في، لا انا بعمل عندي القدر اللي يكفيني في يومي، يبقى خلاص كانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالانسان يحمد ويشكر الله سبحانه وتعالى وينظر الى من هو اقل منه حتى لا يزدري نعمه الله عليه، حتى لا يستخف بنعم الله تعالى عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم،
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.